الحزم الوعائية. يشرح هذا الموضوع الخلايا المختلفة التي تكون الحزم الوعائية حزم النسيج الوعائي، وتتناول أيضا وظيفة وتركيب الزيليم، الجزء الخشبي من النبات، واللحاء، وهذا نبات نموذجي ذو فرقتين. فإذا نظرنا بدقة وعن قرب للجزء الخاص بساق النبات سنرى الحزم الوعائية مرتبة في دائرة ومحيطة باللب. ويعتبر اللحاء والزيليم الأنسجة الأساسية الناقلة في الحزم الوعائية. فبالنسبة لنسيج الزيليم فهو عبارة عن أنابيب رفيعة، بينما اللحاء عبارة عن أنابيب أكثر رفعا. وبين هذين النسيجين توجد طبقة هامة من خلايا تسمى القلب، طبقة من نسيج خلوي لين بين اللحاء والخشب. وبالنسبة لمكان تواجد الزيليم فهو يوجد تجاه منتصف ساق النبات، بينما اللحاء يوجد تجاه الخارج من النبات. وإذا نظرنا إلى الوعاء الخشبي، وعاء الزيليم، بدقة سنجد أنه عبارة عن مجموعة من الخلايا الطويلة والتي ترتبط ببعضها البعض نهاية بنهاية. وحينما تصبح هذه الخلايا ناضجة، أي كاملة النمو، تهضم جدران هذه الخلايا ثم تكون أنبوبة متصلة. والآن سننقل انتباهنا إلى جدار الخلية، فيغطى جدار الخلية بطبقة من السليلوز، وهذه الطبقة من السليلوز تصبح سميكة تدريجيا، وذلك يعطي ويزود الزيليم بالصلابة والقوة. والوظيفة الأساسية للزيليم هي توصيل المياه والمعادن للنبات. ونحن نجد أوعية الزيليم ألياف الخشبية، ووظيفة هذه الألياف هي تزويد الساق بالدعامة. دعونا ندير انتباهنا للحاء، فهنا مجموعة من الخلايا تقوم بتدعيم الأنابيب الغربالية، وهذه الأنابيب لديها أو بها خلايا رفيعة الشكل وطويلة، ولها صفيحة أو شريحة غربالية في نهاية جدرانها. والصفيحة الغربالية بها العديد من الثقوب بداخلها، وهذه الصفيحة الغربالية تسمح للمواد مثل السكر بالمرور من خلالها للوصول إلى النبات. والآن سنتناول الفروق بين الزيليم الخشب واللحاء. الزيليم الخشب يتكون من أوعية بها جدران سيليلوزية رفيعة، بينما اللحاء ليس له سيليلوز مترسب على جدرانه. الخشب بلا جدران نهائية، لذلك فهي تكون أنبوبة طويلة، بينما اللحاء لديه صفيحة غربالية بين الخلايا. والوظيفة الأساسية للخشب هي نقل الماء والمعادن من الجذر للأوراق، بينما اللحاء يساعد في نقل الغذاء من الأوراق إلى الجذر.